I am sat here thinking of you once again. The songs in my head now, they all make sense. Counting down the days to call you mine, mine. In the end, I know that we will be just fine, just fine. What I found in you, I know it's hard to find. You're my world. صباح الخير على أجمل عيلة في الدنيا كلها. ازيكم عاملين ايه؟ كوكو سابتني ومشيت. طبعا هي سابتني ومشيت من هنا، وانا رحت عملت انكوفن من هنا، جبت بقى شامبو وفطار وحاجات وكده عشان قاعد لوحدي بقى افطر لوحدي. هتبقى يومين، فانا هقضي اليومين دول لوحدي. الناس بتسأل ان انا كنت بقول بعمل ديلي وبطلت ومش عارف ايه. انا يعني التحدي وصل معايا لحد 30 بلوج، وبعد كده بصراحه قلت اخد بريك شويه. الواحد لما بيقضي كام يوم برضه من غير ما يمسك الكاميرا بتبقى في راحه يعني نفسيه احسن، بيبقى عنده شغف انه يصور تاني. طبعا انا واقف هنا واخت كوكو واقفه في العربيه اللي جنبي، علشان عايزه مفتاح معين كده للفانوس بتاع العربيه عشان تفك وترك تغير الامر بتاعت العربيه. العربيه بتاعتها سكودا والفانوس ما بيتفكش بسهوله، لازم يخرج بره بعد كده تغير الامر. بس نسيت اسمع خلاص. بص نش Du gehst nach zu ATU. Bei nächster Ampel siehst du schon, was steht ATU. Gehst du dahin, sag mal, Fahrzeugschein geben, ich will Glühbirne haben. Die Batterie bleibt die Kamera tief. Schau, komm vor. Fair, haben wir eure Lampe. Und hast du es schon gefunden? Papa hat gesagt, du musst gucken, die kann man nur in eine Richtung reinstecken. Nur in eine Richtung? Mhm. Und was steht drauf? Hat er nicht gesagt, welche Richtung? Mhm. Ach so, muss ich gucken, ob das geht. Mhm. الحاج توني ابوها قال ان اللمبه لازم تبقى في اتجاه واحد، يعني ما ينفعش اركب اللمبه غلط. Ja. Alles gut. Sehr cool. Als okay. Da am Geburtstag. Da بتظبط في شكلها عشان بتقول شكلها في العيد ميلاد ما كانش طالع لذيذ قوي. دي فرانشيسكا، بيتا بيتا، أخت كوكو. من غير العربية ما كانتش هتمشي. ليبر كاو، ich würde sagen, kaufen wir nochmal ein, aber dann hast du beide gleich. Aber der hat gesagt, sie hat dieselbe Stärke und sowas. Ja, ja, aber das ist alt. So, ciao, ciao. Das ليه العربية؟ Dann. يعملوا إيه من غير العيلة دي؟ يعملوا إيه؟ بس عشان ابوها طبعا بعيد عنها تقريبا بحوالي ساعة ونص سفر، فاكيد يعني مش هتسافر له عشان تغير الفانوس بتاع العربية. وانا للأسف ما نمتش من الصبح، انا صحيت الساعة 7، كنت نايم متأخر عشان كوكو سافرت، فاشتغلت شوية اخش انام. اشوفكوا لما اصحى. انا عايز اقول لكم بعد صلاة الجمعة، عشان النهاردة الجمعة ولسه مخلص صلاة وجاي، الراجل ده بيعذبني عذاب هنا في فرانكفورت. اصلك عايز ياكل، ما بقابلهوش غير لما يكون عايز ياكل، قلت بقى دوخه شويه عشان حتى يعني. سؤال اتجاوب عليه بصراحه. قول. مين اللي سال الاول انت جعان ولا لا؟ هو انا سالته بصراحه بس خلصت. مفيش بس. مفيش بس، ما تبررش. انا طابخ اكل من امبارح عشان ما يبصش، قلت له يلا نروح ناكله في البيت. طب استنى خليني اشرح. هو طابخ ايه؟ لحمه مفرومه عاملها تشيلي كون كان، عليها فاصوليا خضراء، عايز ياكلها بزبادي. وايه تاني؟ وليمون وعيش وحاجه زي كده؟ وعيش معايا وزبادي وعيش. اه يعني لحمه مفرومه معموله بتحط على الرز، وعايز ياكلها بعيش وزبادي وفاصوليا خضراء. هي الاكله، هي الاكله كده يا عم. محطوط عليها فلفل ومش عارف، واللي هو البون الاحمر ده اسمها ايه؟ يعني في زي الفاصوليا، الفاصوليا البيضة بس لونها احمر. والله؟ بس الفاصوليا بيضة الحمراء. ماشي، ايوه لو هو صح ماشي. انا ما اعرفش اسمها ايه، الفاصوليا البيضة لونها احمر. هي المهم انها اكله مكسيكاني وبتتعمل كده، انا بس الفت ان انا ايه حطيت عليها
فلفل وحطيت عليها الفاصوليا دي والزبادي. هو في المكسيكي بقى الزبادي؟ ايوه يا عم. لا يا ابني والله يا ابني انا كنت شغال في مطعم مكسيكي يا عم، بلاش تعليق، بيحطوا عليها زبادي كده. اصل انا اصلا من المكسيك اللي انت ما تعرفوش. انت خلاص سميت اسكندريه المكسيك؟ الجو حر في اسكندريه. انا عايز اقول لك الدراع وقف. المهم انا حصل كده، احنا ركننا العربيه بعيد جدا 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 عن الشتات اللي وسط البلد علشان ما ندفعش ايه؟ ما ندفعش تيكت. ركنا عشان احنا نقعد بتاع كتير. فبنتمشى تقريبا من عند البيت عندي تقريبا لحد الشتات. فبنتمشى تقريبا بتاع 5 كيلو. يا عم 5 كيلو هم بالظبط بالظبط يعني كيلو و2 من 10. انت بتوزن ولا قصدك على الطريق؟ لا يعني ما كيلو كيلو قريب الوزن كيلو برضه. انا مش فاهم انا ماشيين بقى لنا كتير. المهم انت هتودينا بس محل فين عشان يا عم؟ اهو هناك اهو خلاص. طب كلها هو الشارع بصراحه حلو يتمشى فيه بس درجه الحراره 34. ما احنا ماشيين في الدل اهو يا عم كيمو. انت لازم تطلع باي حاجه. العربيه دي حلوه على فكره. دي بتعوم اخر حاجه. دي انت بعد ال 120 ما بتقفش على الطريق دي. دي؟ اه والله. عربية زبالة جدا بجد؟ اه والله. طب احنا نقفل معاكم ونشوفكم بقى في المطعم بعد الاكل. وبعد الاكل 24 hours later. عايز اقول لكم ان انا عندي ميشو وبيتعمل لي خدمة فنادق بقى. خدمة 5 ستار. يا ريت خدمة فنادق. البصير ما اتحرقت. ها طب ايه اللي انت الفلافل؟ طيب ايه الفلافل؟ مش عارف تقبل الفلافل. حط البيض خلاص كده. بيض ايه؟ انت هتعملها من غير بيض ولا بيض ولا ايه؟ بس انت اللي بتطبخ دلوقتي؟ خلاص يا عم. فطار مصري بقى ايه؟ ايه دي؟ اللي احنا بنحبه ده. المشمال هو على وشك. ايه؟ لما تبقى عايز تعمله؟ اه ماشي. فموش حاجه انت قول. ما هي فيها حافظ ومش فاهم بس. على فكره انا قالوا لي اعمل البصير بطلع عليها البيض بعمل. لا لا لا. ميشو قايم شغل دولي مش اي كلام. هتشوفه فطار مصري النهارده اوعى وشك. عندي يا ريس صح يا مصري. هي كوكو تسافر من هنا وانت تبدا واحنا نحتفل مش عارف. معلش يا كوكو. معلش يا معلش يا حبيبي. معلش يا حلينا كده. عايز اقول لكم ان احنا بقالنا تقريبا ساعة بيعمل فطار. معرفش ايه يعني. انا لو بطبخ اكل لغدا كان انا خدت ساعة بيعمل اكل. على فكرة ده جاي لي اصلا الساعة واحدة وتل ورحنا مشوار عملناه ولسه راجعين من 10 دقايق. مش مشكلة 10 دقايق ايه يا ابني الساعة 2 خلصت. انا جاهز. انا لو اعرف اقول على طول. وانا في الجرنان احنا حاطين منديل. احنا هنعمل فيها ولاد ناس. احنا حاطين ورقة منديل كده ورقة جرنان كده فاهم. هو النهارده السبت ولا الجمعة؟ السبت. المفروض ان انا قمت اشتغلت وجينا نقضي المشوار مع الراجل ده وبيعمل فطار. انت بقالك فعلا 40 دقيقة او مخلل. والله نصاب على فكره يا جدعان. انا هقول لكم بالظبط مخلل. الحاجات دي الواحد بيفتقدها بجد. وبعدين بنسمع تامر عاشور. دي رابع اغنيه في الليسته. يعني كل اغنيه تقريبا 4 دقايق. 4 في 4 ب 16. ما بقالناش ربع ساعه ثلث ساعه. هو انت شغلت الاغاني اول ما جينا؟ اه. اه ايه؟ انا جيت قعدت ونمت شويه وصحيت لقيتك بتشغلهم. خزاف كده. بس الفلافل شكلها محروقه. مهروقة ايه؟ لا هي لونها لازم كده. هنقفل بقى. قول يا حمادة مع تامر عاشور. استنى نقطة عشان ما يجيناش كوبي رايت. ايوه بقى يا استاذ بيشو. يخرب بيت كده يخرب بيت كده. طب في القهوة؟ طيب ما عملناش قهوة صحيح. لا القهوة دي عندي في البيت بقى. عامل الفول بالايه؟ زيت زيتون حار. انت هتشوف بس لسه الفول هتشوفه عبال ما يستوي يعني. لا يعني ده بقى اسكندراني. ادي فول اسكندراني. مش عامل معانا واجب بصراحه. واجب مصري اسكندراني جامد. انا نفسي اكل الاكل الفطار المصري. كوكو ما تزعليش بقى. بقول لك ايه كوكو، لما تيجي لازم نعمل نفس الوجبه عشان ايه هناخد علقه كده كده فيها ضرب يا صاحبي. ماشي يا عم. عايز اقول لكم ان انا قاعد تعبان ونضاره اللي هي ب 3 يورو ديت عامله لي وجع في ودني. 3 يورو؟ اه. طب قول للناس حتى انها يعني فاهم ب 13 مثلا. طب وليه نكذب يا عم؟ مفيش كدب. النضارة دي ب 3 يورو من الدي. الدي ده السوبر ماركت بنجيب له اكل وشرب. الماركة بتاعتها معرفش اسلام ولا ايه. والله اشرب حاجة زي كده. ماركة اشرب حاجة. اه ماركة عبيد مثلا. يا جماعة الاسم اشرب محدش يزعل منه والله. بس هو الاسم مش عارف عاجبني ف تقريبا كل ممتلكاتي اسميها اشرب. هو مش البتاع اسمه اشرب؟ المج اه. عشان في ناس اسمها اشرب كتير زعلت. زعلوش بس. والله ما قصدي حاجة. اشرب مفيش احسن من اشرب.
لان اشرف ماي الصبح مش تعرف تسلم بس ميشو. ايوه بقى احنا الشيف اشرح لنا ايه دي. طيب الاول ده جبنه فيتا مع النعناع والفلفل الاخضر وال اسمه الزعتر ادي جامد وزيت زيتون بحبش الفلافل ادي مخلل بيت بسطرمه وفول. ايوه بقى ناكل بقى وبعد كده ايه ممكن نبقى نحكي لكم نراكم بعد الاكل. ميشو تسلم الرئيس على الاكل حبيبي اكلك كان جامد. تصبح على خير بقى. تصبح على خير ايه كده اليوم خلص مش شايف اي حاجه دبل بالليل ان شاء الله. سلام.